السلام عليكم طلاب. هذا الباوربوينت راح ادرسه مع الفيديو مالته اللي خاص بالسؤال اللي على السفيريكال تراينجل اللي كتبه الطالب محمد عمار. طبعا هذه المحاضره من اهم المحاضرات الموجوده، ليس على مستوى هذه الماده بس على مستوى ماده الجيودسي، ان شاء الله راح تاخذوها السنه الجايه. محاضرتنا تبدي بأول شرح ما هو تعريف اللي ما هو ده سمول سيركل وجريت سيركل، سبق ان شرحناها بس تقدرون تروحون عليه بالتعريف، وهذا يبين لكم الشكل انه الدائرة العظمى هي الدائرة التي تحوي قطر الكرة الأرضية، بينما الدائرة الصغرى هي الدائرة التي لا يكون قطرها يساوي قطر الكرة الأرضية. هذا أول شيء. الشيء الثاني، السلايد الثالث، احنا عندنا مثلث مستوي وعندنا نفس الوقت مثلث كروي اللي يسموه جدتك سفيريكال تراينجل والبلين تراينجل. مثل ما نلاحظ انه المثلث المستوي اي بي سي هذا اللي قبالكم اكيد مجموع الزوايا ما تساوي 180 درجة، لكن المثلث الفلكي الجيودسي الفلكي او الكروي الفلكي هو يكون زوايا اما ازيد من 180، وراح اكيد نشرح بهذا المحاضرة. هذه المعادلات تخص البلين تراينجل. لاحظ المثلث اي بي سي الاليمنت مانت عندك ثلاث اضلاع، ثلاث زوايا وثلاث اضلاع، يطبق عليه قانون الساين وقانون الكوساين. مثل ما هو مبين عندكم قانون ساين الضلع على قابل ساين مقابلة يساوي ضلع آخر على يساوي ساين الأخرى، ويطبق أيضا قانون كوساين أي تربيع يساوي بي تربيع زائد سي تربيع ناقصا 2 بي سي كوساين الزاوية المقابلة للضلع. نفس العملية إذا توجد المساحة بالنسبة للمستوى. أما بالنسبة للسفيريكال تراينجل والذي ايضا يسمى بالجيودتك تراينجل، هو مثلث متكون مرسوم على سطح الكرة، متكون من تقاطع 3 جريتيكال اركس او ثلاث سيركل، يعني ثلاث اقواس من الدائرة العظمى، وايضا يشكل 6 زوايا. فنلاحظ هنا دوائر، هذا الضلع دائرة، هاي دائرة عظمى، هاي دائرة عظمى، وهذا دائرة عظمى، وتشكل تقاطعهم بهذا الشكل امامكم. اكو شكل توضيحي اخر له هذا الشكل. هنا عندنا هاي دائرة الخضراء اي، دائرة الصفراء ودائرة الحمراء، شكلت عندنا الزاوية او المثلث الكروي الجيودسي اي بي سي. اكيد مرة ثانية راح نشوف انه الزاوية اي والزاوية بي والزاوية سي والضلع سمول اي مقابل للزاوية اي والضلع بي اللي مقابل الزاوية B والضلع C small المقابل للزاوية C. هذني المثلثات لهم أكيد قوانين معينة خاصة بهم، وهاي القوانين نقدر نقراها من هالصفحة. Any angle أي زاوية is less than two right angles or pi. The sum of the three angles مجموع ثلاث زوايا إذا قل من مجموع 6 زوايا أو 3 باي the greater than 2 باي 2 right angle or باي. The sum of two sides is greater than the third. If the sum of the two sides is equal to the right angles or باي, the sum of any opposite angle is equal to the right angle. طبعا بشكل مختصر نقدر نلخصها بهذا الشيء الموجود حسب المثلث الكروي الجيودسي الموجود عندك. يقول لك أولا مجموع أي زوايا هي أقل من 360 وأكبر من الصفر. مجموع any two side يعني ABC is أكبر من الضلع الثاني، يعني ABC مجموع أكبر من C، AC زائد C، A زائد C أكبر من B، B زائد C أكبر من A. طبعا هاي حصلا بالأضلاع، إذا تشوفونها مكتوب أضلاع. الثالث the sum of any two angle يعني هي بالزاوية اي بالزاوية is less than 180
بلس ذا ثيرد انجل، يعني راح يصير عندنا زاويه اي زائد بي اصغر من 180 زائد سي. ها كليتها حتى من تحلون الزوايا او المثلث لازم هاي التطبيقات او لازم هاي الشروط تحققوها. اي زائد سي سونا اصغر من 180 زائد بي. الرابع ذا سم اوف جريتر ذا انجلز، مجموع الزوايا از جريتر ذان 180 اند ليس ذان 540. اي بي زائد سي اكبر من 180 واقل من 540. السلايد الاخر المثلثات الجيودسية الكروية تختلف عن قوانينها عن المثلث المستوي اللي عرفناه سابقا. اكو عدة قوانين كلها ترتبط ب يعني بشغلات معينة راح نشوف هنا التفصيل. قانون الساين وقانون الكوساين هذا الترتيب مالهم بشكل تفصيلي. اذا عندك ثلاث سايدات معروفة بالمثلث الكروي اكيد كوساين الزاوية المعنية راح تساوينا كوساين الضلع المقابل لها ناقصا كوساين الاضلاع الباقية في كوساينها في بعضها على ساينها. هذا القانون اللي خاص اذا عرف عندك الثري سايدات. اما بالنسبة اذا عرف عندك تو سايد اند ذا كلودد انجل ار نون، يعني زاويتين ضلعين والزاوية المحصورة بينهما، فيطبق عليها هذا القانون كوساين اي سمول اي. هذا راح نشوفها طبعا هاي يعني اذا الله سهل ان شاء الله عليكم انه تحفظوها، ولانه من تطبقون الامثله لازم هو يعني على اكثر يعني اللي يريد يحفظ هذا القانون. هذا القانون الثاني يقدر يطلع منه القانون ثلاثة واربعة، وهذا القانون ساين يعني ما بيها شيء صعب، مجرد انه تطبيق معين عليه. هسه نلاحظ مثلا هنا أنا مثال مطيك هذا المثلث الكروي اي بي سي، مطيك ضلع اي قيمته 76 ضلع بي قيمته 58 ومطيك الزاوية السي مطيك هيا أنا هذا بس ينطبق عليها القانون إيه هذا كوساين سي اللي هو إيه هذا ينطبق عليها. طبق القانون راح تطلع لنا الزاوية هو شريد هنا أنا. يقول consider the case where we know the measure for ABC and كذا using cosine rule we can solve small c. يعني هو عندك AB capital C أكيد راح نطلع بقية الأضلاع اللي نطلع C ونطلع capital A small c capital A capital B من قانون الساين. فأول شيء إحنا مدام عندنا C يعني راح نطبق القانون اللي هو الضلع C الموجود عندنا راح يطلع بدلالة الزاوية من قانون الكوساين. وإذا طلعنا الزاوية السي راح نطبقها بهذا القانون الجيب تمام العفو الجيب راح يطلع لنا بقية الأضلاع. نابير رولز أنا راح أضطر أسد الفيديو وأسجله لأنه حتى يصير حجمه أقل وأرجع أشرح لكم مرة ثانية. شكراً.